طب دكتور، ظهور أعراض الشيخوخة ليها علاقة ما بين زيادة عدد مرات الولادة؟ يعني الشيخوخة المبكرة دي اللي بنشوفها، بنشوف بنت لسه عندها حاجة و30 سنة بس تحسها صحيا تدي فوق الستين سنة، فهل الشيخوخة البدري دي ليها علاقة بأن أنا جبت ولاد كتير ورا بعض؟ بص حضرتك، احنا حتى بالعامية كده او البلدي لما بتقول لحد مالك عجزت ليه، يقول له علشان شايل الهم. شايل الهم بالظبط. فإذا حالة الحمل والولادة ورعاية الأطفال بطريقة متكررة، عدد الأطفال أو الحالات دي أكتر من إمكانياتها المادية والجسمانية والاجتماعية، فهو بيشكل ضغط نفسي رهيب عليها وعلى الأب بالمناسبة. احنا برضه بنشوف الآباء اللي هم حطوا نفسهم في موقف بتاع إن عندهم أطفال كتير، بنحس إن هم برضه عجزوا أكتر من عمرهم الحقيقي.